إلى أخبار بلا سياسة. قفل المعلم يوفيه التبجيلة، كان المعلم أن يكون رسولا. من سرير المستشفى يقدم المدرس السعودي محمد الفيفي دروس اللغة العربية لتلاميذه عبر الإنترنت، بينما يخوض جسده معركة للبقاء ضد السرطان. يرقد الشاب البالغ من العمر 37 عاما بالمستشفى منذ العام الماضي، وحرمته ظروف المرض والعلاج من العمل الذي يحبه وهو التدريس، لكنه وجد فرصة سانحة لمعاودة العمل عندما ضربت جائحة كورونا المملكة وتسببت في إغلاق المدارس ونقل الفصول الدراسية إلى الإنترنت. تحية لهذا الشغف. في مصر اكتشف علماء الآثار 27 تابوتا في مقبرة سقارة القديمة، وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان لها أن التوابيت الخشبية مطلية بشكل مزخرف ومغطاة بالهيروغليفية، وعثر عليها مكدسة في عمودين للدفن يصل عمرها إلى 2500 عام. في نيوزيلندا رفعت جميع قيود فيروس كورونا في أنحاء البلاد باستثناء مدينة أوكلاند، النقطة الساخنة للموجة الثانية، حيث تشهد البلاد تباطؤا في عدد الإصابات الجديدة إلى حد كبير، كما تم تخفيف بعض القيود في أوكلاند والسماح للتجمعات في حدود 100 شخص. أكد مدعونا لحفل زفاف في المكسيك التزامهم بمعايير التباعد الاجتماعي من خلال الرقص في مربعات صغيرة بعيدا عن العروسين. وانتشر المشهد من حفل الزفاف وأظهرت اللقطات حرص المدعوين على الرقص داخل المساحات التي تم تمييزها بشريط، بينما استمتع الزوجان بالرقص بحرية دون التقيد بمساحة أو ارتداء كمامات للوجه. مباركين هرسل اثنين بس بالمكسيكي. في الصين، سائق من جنوب غرب البلاد أصبح من المشاهير عبر الإنترنت لمهارته في الصفير. تشين يصفر منذ طفولته، وقال إنه قادر على صفير أكثر من 400 أغنية بما في ذلك النشيد الوطني الصيني وأغاني البوب والأغاني الكلاسيكية، وأن الطريقة الصحيحة لاستخدام الشفاه واللسان والأسنان هي السر وراء صفيره الموسيقي. نترككم مع هذا الصفير وهذه الموسيقى إلى صباح العربية من جديد.